مشاهدينا بدي احييكم مع الحل عنا، وبدي اقول الثلج الابيض فرش كل لبنان من جبالها لسهولها لكل طبعا بيوتها، خصوصا بجبال وارتفاعات معينه. ولكن هؤلاء الناس قديش مبسوطين بالثلج الابيض وقديش هن مقهورين بداخلهم، لانه قاعدين بالعتمه وقاعدين بالبرد، البرد القارس القارس، ولانه المي مجلده، ولانه كمان ما قادرين يدفعوا بقى موتور، ولانه مش عم بيلاقوا مازوت. يعني كل المصايب وقعت مع هالعاصفه، كانه اول مره بتشتي عنا بلبنان، وكانه اول مره بقدار ما خبينا الحط بيت الكبار قبل الصغار. للحقيقه يعني اليوم كل لبنان يتالم لانه ما في كهرباء، واذا اجت بتوصل انجا نص ساعه او ساعه، وفي مطاري حد ما في اعطال ما بدها الا خمس دقائق بس انه يقدروا البيوس بس يرجعوا كهرباء يتاكدوا. ولكن نقابه عمال وموظفي كهرباء لبنان جددوا اليوم اضرابهم بعد اجتماع مع الوزير الطاقه بقي ساعتين، ولكن وكأن شيئا لم يكن. خلال الحلقه اكيد رح نفصل الموضوع وشو صار. اما بموضوع جرفه ثلوج فحدث ولا حرج، الشباب حاضرين، الجرافات حاضرة، ولكن العائق الكبير هو تأمين المازوت. ما في بلدة لبنانية اليوم إلا ما كان في جهود يا من بلدياتها أو من فعالياتها لتأمين ما أمكن من المازوت. والدولة وين؟ هيدا سؤال بسأله اليوم لكل المعنيين بالدولة اللبنانية. هل أنتوا شاعرين شو صاير بالناس؟ اللي بدهم أكسجين واللي بدهم دواء واللي لازم يروحوا مستشفى ومش قادرين، يلي مسروبين ببيوتهم ما عاد عندهم لا أكل ولا تدفئة، والسوق السوداء مثل ما بدكم وأكتر. طيب وبعدين ليه بيكون في دولة وليه بيكون في وزارات وليه بيكون في حكومة مش حتى تلاقي حلول وتوضع استراتيجيات أو تعلن هيئة طوارئ؟ بهيدي الحالة نحن مش مطلوب يكون في هيئة طوارئ وتنظيم توزيع المازوت مطرح ما لازم يتوزع. للحقيقة من المعيب جدا انه الشعب اللبناني يعاني بهالظروف هيدي اللي عم بيعانيه اليوم. وبتمنى انه يكون في هيك اليوم بمجلس الوزراء بعد الظهر أولوية للكهرباء وأولوية للمازوت، حتى تتأمن الكهرباء أو المولدات، حتى الناس أقله المرضى، أقله على الأكسجين، أقله الجرافات تجروا في التلج وتقدر الناس تتنفس وتروح على أشغالها، أو يعني اللي مضروبة لها أكثر من أربعة أيام شو بتعمل؟ ما عم بحكي بمنطقة وحدة، الحالة هيدي على مساحة الوطن معلومة. يمكن الكل بيسأل لشو بعبدنا الضمان الاجتماعي ما دام بعد المستشفيات عم يعني منا معترفه بال 1500 ليره للدولار، انما على السعر الموازي. وكلنا بنعرف قديش المضمون بيدفع، وكان المضمون عم يدفع اكثر ما بده يدفع الضمان، والفرق باضعاف. من هيك اليوم الضمان اذا ما تعزز وما اعيد النظر بموضوع التعرفه وكان شيئا لم يكن. ولكن الاجابه اليوم بمعلومتنا انه المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي أصدر تعميم حمل الرقم 616 بتاريخ 15/3/2022، طلب فيه من رؤساء المكاتب الإقليمية والمحلية والمستخدمين المعنيين تصفية ومعالجة وصرف معاملات الأمراض السرطانية والمستعصية خلال مهلة أقصاها 15 يوم من تاريخ استلام المعاملة وفق الأصول النظامية المعتمدة، وعدم إلزام حجز مواعيد مسبقة على المنصات الإلكترونية، بل السماح لهم بتقديم الأدوية السرطانية مرة أو مرتين شهرياً حسب ما تقتضيه الحاجة. من المسؤول؟ مدير عام الطرق والمباني في وزارة الأشغال العامة المهندس طانوس بولس، يعطيك العافية. الله يعافيك. يمكن ما بعرف كم اتصال من كم ضيعة من كم مركز، الكل اليوم عم بيطالب بالمازوت لأنه هي المادة الحيوية
يلي بتخلي جرافاتنا ما تتوقف، ويلي نعم. بتفتح البيوت. قدي عم بتلاقوا صعوبات وتحديات من هالناحية مدير؟ يعني في عنا شوية صعوبة، بس نحن ما عم نترك الطرقات أبدا. الطرقات الرئيسية كلها تقريبا مفتوحة. نحن عم نسير في شوي داخل الكرة وداخل البلدات لحتى نأمن الطرقات بشكل أساسي، الطرقات الرئيسية والطريقات اللي هي بتوصل الضياع ببعضها. عنا الهدف الأساسي هو الطرقات العامة. يعني عنا في مشكلة إنه في بعض البلديات مفروض إنه هم يشتغلوا داخل الكرة، ما اشتغلوا هالفترة للأسف. يعني عنا مشكلة مشتركة هي تأمين المحروقات المطلوبة لهالشيء، هيدا مع غلل كبير كتير للمحروقات. يعني نحنا هدفنا كله إنه نفتح كل الطرقات بكل الضياع وما نترك ولا بيت. إجت عاصفة كتير قوية وإجا كمية ثلج كتير كبيرة، وبوقت من السنة يعني نحن ما منتوقع، كنا متوقعين إنه تيجي هيك، بس إنه موسم الثلج طول كتير. نعم. وعلى غير عادته، وإجا خيرات كتيرة، وكان في تحذير للمواطنين إنه يطولوا بالهم شوي. يعني مش مثل العادة إنه منا عايشين نحن بظرف جدا طبيعي والأمور جدا طبيعية، إنه بدو يطولوا بالهم شوي، نتأخر شوي عنهم، بس ما حنترك ولا بيت ولا ضيعة لما تنفتح طريقة، رغم الأزمة الموجودة وصعوبة تأمين كافة المستلزمات اللازمة، كان من مازوت ولا من ملح ولا من أشياء تانية. بس إن شاء الله يعني وقطع اليوم كله ان شاء الله، او بكره على ابعد تقدير، كل الطرقات ان شاء الله بتكون فاتحه بقلب البلدات والضياع. ورغم انه هالوضع شوي صعب، بس يطولوا بالهم شوي، ما حنترك حدا. والحمد لله انه ما صار في لا سمح الله مشاكل، ما صار في خسائر كبيره، كان بالاملاك الخاصه او بالاملاك العامه من جراء هالشيء. وبوعد انه ان شاء الله ما حنترك حدا خلال يومين، كل الطرقات تكون فاتحه بكل لبنان. اليوم مع يعني الشمس هيك شرقت، ولكن نحن لما بيكون في شمس يعني في جليد، عم تقدروا تأمنوا كميات الملح خصوصا على الطرقات الجبلية المقصودة دايما؟ نعم، اما طريق دهر البدر سيف لكل السيارات حاليا، كل السيارات دون استثناء، وبعض الطرقات الجبلية كمان، بس في بعضها مسكر، بعض في عليها طبقة جليد، يعني لأنه اليوم وبكرة في جليد وبعد بكرة حتى. يعني عم نحط كميات ملح اللي متوفر عنا، وعم نحاول قبل ما نفتح الطريق نأمننا ب 100% للمواطنين. فإن شاء الله أنه الأمور تمشي بطريقة مضبوطة، رغم شوية تأخير بده يصير، بس أنه خلال يومين إن شاء الله كل الطرقات تكون فاتحة. اليوم البلديات عم تطلب من محسنين وفعاليات يمدوا يد المساعدة تتحرك جرافات ولتأمين المازوت. يعني قديش صعب الوضع، المنشآت يعني المديرية العامة للنفط ما بتأمن، ما قادرة تأمن أو تحجز كميات لجرافات الوزارة، لأنه في مطارح ما عم توصل الجرافات، في مطارح في ناس عم تستأجر الجرافات، يعني فعاليات عم بتستأجر هي الجرافات. يعني اللي بدي اقوله انه نحن عم نعمل اللازم من عمل، وفعلا ماده المازوت اليوم صارت كثير غاليه، تقريبا للذهب، يعني تانك المازوت قاربت ل 500,000 ليره، اغلى من البنزين، ونتيجه الحصول بتكلف مبالغ كبيره. يعني اليوم طن المازوت صار بكلف فوق $1,000 تقريبا، وهذا شيء نحن منا معتادين عليه، بالاضافه للمستلزمات الثانيه كلها بتتعلق بالمحروقات مثل ما حضرتك بتعرفي. في وضع استثنائي، في ظرف استثنائي، في مشكلة يعني الكل بده يتكاتف لحتى نقدر نجتمع لنقدر نحلها. بس برجع بركز وبقول مهما كانت الظروف والصعاب، خلال يومين ان شاء الله كل الطرقات تكون فتحت. هلا الطرقات الرئيسية تقريبا كلها صارت سالكة، بتضيع في بعض الطرقات بين اليوم وبكره، ان شاء الله بكونوا منتهيين. هذا اللي بقول لك اياه. ممكن اليوم معالي الوزير يطرح الموضوع على مجلس الوزراء بعد الظهر ليكون في سلفة او شيء؟ ممكن، نحن طلبنا سلفة إضافية لحتى نتمكن من هالشيء، وإن شاء الله إنه يتوفر الاعتمادات لهالشيء، نتمنى هالشيء لأنه مع الوزير أخذوا معه مجلس وزراء وإن شاء الله يوافقوا عليها. هيدي اللي بتمنيه. شكرا مدير عام الطرق والمباني طانوس بولس. أكيد يعني جرف الثلوج عم بيكون بظروف كتير صعبة، مناخية وبرد، كمان كل الشباب بمراكزهم حاضرين، وبالتالي دائما هو التمويل وإيجاد المحروقات هو يمكن العائق دائما عم بيكون للأسف الشديد. فاليوم إن شاء الله مجلس وزراء بيتجاوب مع وزير الأشغال وبتتأمن أقله المحروقات حتى بأسرع وقت ممكن تنفتح كل الطرقات بالطرقات، يعني خصوصا الداخلية والطرقات الرئيسية. متابعة.
منتابع الحل عنا عبر الام تي في. اتصالاتكم على 04-444-444. ناخذ اتصال. الو الو. كمان بموضوع المعلومات اللي انا بحب اعطيها خصوصا بموضوع الكهرباء، بلدية القرقف اليوم أعلن رئيس بلديتها يحيى رفاعي أنه بعد استئناف عمال شركة كهرباء لبنان عملهم بلشت الورش الفنية بشركة بيوس إصلاح الأعطال الناتجة عن العاصفة والسرقات بمخرج البحر المغذي لبلدتي ببنين والقرقف. من المتوقع عودة التيار إلى هالبلدتين خلال الساعة 3 بعد الظهر بعد انقطاع 6 أيام. هون بدي ألفت انه البيوس هي عم تشتغل كمقدم خدمات، ولكن عمال وموظفي كهرباء لبنان هن يلي اليوم جددوا الاضراب بعد 15 يوم ما لقيوا اي نتيجه ولا اي اهتمام من اي مسؤول، فجددوا اليوم اضرابهم. فالبيوس بقدر ما بتقدر تشتغل عم تشتغل ما عم تتوقف، ولكن في بعض الامور بتتطلب يا موافقات يا بتتطلب انه تحرك من غرفة التنسيق ليردوا كهرباء او يقطعوا كهرباء اثناء التصليحات، او مرات بتبقى عملية كتير مناورة بسيطة، ولكن للأسف ما عم يتلبوا بسبب الإضراب اللي عم بيصير. بس وين عم تقدر بيوس انها تصلح؟ عم بتصلح اذا كان ما بدها اي تواصل مع كهرباء لبنان، ان كان من ناحيه هيئه غرفه التنسيق او المناورات، لانه كمان بدها تحافظ على شبابها هن وعم يشتغلوا على الصيانه انه الكهرباء ما بينلعب معها ابدا. على كل حال ان شاء الله خلال الحلقه بيكون معنا رئيس اتحاد نقابات عمال مصالح المستقله نقيب عمال موظفي كهرباء لبنان شربل صالح، حتى نعرف اي متى بينفك الاضراب وليه ما انفك اليوم بالرغم انه من 15 يوم يعني الى النقابه معلنة الإضراب. منتابع الحل عنا عبر الام تي في. وبدي كمان أقول أنه مياه بيروت في اتصال، بياخد اتصال. ألو ألو. أهلا مسيو، تفضل. ألو مدام ربيكا. نعم تفضل. أول شيء أنا بدي أقدم أحر التعازي. شكرا. بوفاة الوالدة الله يرحمها. طول عمرك ميسي. مع الأبرار والصالحين والقديسين. شكرا، يرحم موتك. وبعدين يوم الأربعاء. نعم. مخصص هو. لمر يوسف. لاستقبال هالمساعدات. نعم. فأنا لي نداء أوجهه للجماعة اللي يعملوا خير. ممكن. أي أكيد تفضل. إيه. لقمة في بطن جايع خير من بناء ألف جامع، وخير ممن كسى الكعبة وألبسها البراقع، وخير ممن قام لله راكع، وخير ممن جاهد للكفر بسيف مهند قاطع، وخير ممن صام الدهر والحر واقع. فإذا نزل الدقيق في بطن جايع له نور كنور الشمس ساطع، فهي بشرى لمن أطعم جائع. طبعا يعني اليوم الأيادي البيضاء يعني ما انتهت الحمد لله بلبنان بالرغم من كل الصعوبات والتحديات. أنا بشكر دايما من القلب كل يلي عم يتعاطف إنسانيا مع ناس ما بيعرفهم ولكن بيتأثر بحالاتهم بمد يد المساعدة مهما كانت لو فلس الأرملة. أنا بدي أشكرك وما في أكثر منهم يعني الحمد لله، وهيدي نعمة بعدها بالبلد. باخذ كمان اتصال. ألو ألو تفضلي. عودك سلامتك أول شيء. يطول عمرك. ميرسي تفضلي. حبيبي أنا بي بين الحياة والموت. نعم. وبدنا نعمل ورش سوران وبحاجة لل 1663 دولار، وأنا منه ما معي ولا فرنك، وبي رح يروح من بين إيدينا. بأي مستشفى موجود؟ بدنا نحطه بمستشفى بصيدا. ما قادرين تنقلوه على المستشفى لأنه ما يعني إذا قلت لك على حساب الوزارة بدك تدفع المبلغ المرقوم، وإذا قلت لك عندك ضمان بدك تدفع المبلغ المرقوم، يعني قد ما اليوم صار في صعوبة استقبال المرضى، يعني هذا الشيء كثير بزعل ومؤسف. نحن عم نحط رقمك على الشاشة مدام. أنا بتمنى من أيادي البيضاء دكتور رأيك وخصموا لي. بعرف قديش الأهل عزيزين اللي كان البي ولا الأم، يعني إن شاء الله هيك بيكون في مساعدة لإلك حتى تقدر تدخل الوالد وبيعمل الرسور
وان شاء الله بيطلع بالسلامه. نحن حاطين لك رقمك على الشاشه مدام، اهلا وسهلا فيك، ان شاء الله على سلامه. ما في اصعب من الانسان لما بيكون عنده مريض مش قادر يدخله مستشفى لانه السبب هو المال، والمال انوجد لهذه الامور بالاولويات. صفحه اعلانيه ومنتابع. تابع الحل عنا عبر الام تي في وباخد اتصال جديد. الو الو بونجور. بونجور اهلا، كيفك يا بدر ربيك؟ اشكر الله، تفضلي يا بدر ربيك. دخيلك انا كثير بوجوع، انا بحاجه لقابل لدورين. انا طلع معي ارحبي معتي، عملت اول لدور بس ماني قادره اقابل الاثنين واقابل الفصلات يا بدر ربيك. دخيلك ساعديني، كثير بوجوع. ولا انت عندك ضمان ولا عندك شيء؟ ما عندي لا ضمان ولا سيروس يا مدام ربيك، موجوعه كثير. دخيلك ساعديني. وين ساكنه حضرتك؟ انا بنهر الموت. ما حدا ساعدك؟ ما حدا عم بيساعد حدا يا مدام ربيك. بوسك برجليك ساعديني، لكن ما في من الوجع. نحن حطينا رقمك على الشاشه، ان شاء الله هيك بيصير في مساعد عليك تعمل النضورين حتى تعرفي شو القصة ويلاقوا لك العلاج. يعني بتمنى طولي بعمرك، طولي بعمرك. يعني أكثر شيء بقدر أعمله إني أحط رقمك على الهواء وأطلب حدا يساعدك، عرفتي؟ يا ريت إنه نحن عندنا هيك صندوق أو عندنا حساب هيك بنتصرف فيه لهالقضايا المستعجلة، يا ريت. ولكن نحن بنتكل دائما على أيادي بيضاء وعلى ثقتهم فينا وثقتهم أكيد فيكم حتى نقدر نستمر ونكون حد بعضنا بهالظروف الصعبة. أهلا وسهلا فيكي. كمان اتصال. الو الو اهلا، تفضلي مدام. بونجور مدام ربك. بونجور، ميرسي. اهلا حبيبتي. انا عندي مشكله، انا وبنتي عايشين لحالنا، البنت كانت عم تشتغل، هلا جديد بوقت المرافق صحيا، الحكيم طلب لها عمليه، نحن عنينا من سنه ورجعت تعودوها الاشياء ومعرضه للكانسر. قالنا الحكيم بدوا $2000 بمستشفى سيدة لبنان ليعملوا العملية، قال الوزارة ما بتعترف فيها. شو هي العملية؟ بنت هلا عم بتسمع عم بتفش طويل غريبة عم بنزه وبتعمل التهاب فيهم. هلا الحكيم قال انا ما عم خوفيك بس هولي بيعملوا كانسر. ايه بس ليش الوزارة ما بتعملهم؟ يعني ما بعرف، قال بتعتبرهم تجميل. اف يعني ما بكفي قاعدين بلا اكل وما جايعة وفقر وقلي كمان هسكوني. الو، ان شاء الله على سلامة. الرقم كمان على الشاشة، يعني احنا عم نطول بالارقام على الشاشة. وبدي اقول للمشاهدين اذا ما لحقتوا تاخذوا الارقام فيكم ترجعوا تتواصلوا معنا، بنعطيكم الارقام وبتتواصلوا مع المرضى، ويلي بحب يساعدوا نحن من هلا بنقول له شكرا. يعني طبعا الصحة هي كنز. اهلا وسهلا فيكي. كمان اتصال. الو اهلا مدام ربيك. نعم تفضلي حبيبي. تعالي صبريني حالتي، شو بدي خبري؟ جوزي هلا بده مين؟ امي اجرى مقطوشه عايشه معي، مكسوره اجار البيت وقاعدين بلا اكل، شو بدي خبرك يا مدام ربيك على الوضع؟ وين ساكنه مدام؟ ببعضها صبريني. حدا ساعدك؟ حدا قريب منك؟ يعني لا يا صبريني لا، بيقولوا لي في جمعيات بروح ما في شيء، ما ولا حدا عم بيساعد بكيس ملح او كيس رز. بتمنى هيك ايد البيضة تساعدني، بس هلا جوزي بده ميل للقلب، عملت له اول مره ولا بده، وضعه كثير سيء صبري. وهلا بهالبرد كمان يعني زياده وغاز ما عنا. قلك يا مدام ربيك معك وضعنا بالمره على الاخر. أهلا وسهلا فيك. لما نقول أهلا وسهلا يعني ميرسي عم تتصلوا بالبرنامج، عم نحط الشكوى وعم نحط الطلب وعم نحط رقم التليفون، لأن في كتير ناس صارت تعرف إن إحنا كل أربعة عم نحط طلبات ملحة كلها بتتعلق أقله بالصحة وتأمين لقمة العيش. يعني هيدي أبسط الإيمان، إنه الدولة اللبنانية كان المفروض تأمنه للمواطن اللبناني، ما يعتل هم الجوع ولا يعتل هم المرض. ولكن للأسف الشديد ما حدا سئلين لا عن الجوع ولا عن المرض. كمان اتصال.
الو. اهلا مدام، تفضلي. بليز بدي اتبرع للمدام اللي بدها تعمل نادور، هلا حكيت قبل هيدي المدام. اوكي، هلا مدام ريتا رقمها على الهوا حاطينه. مدام خدي، ما دقيت على الرقم، ردت علي وحده قالت لي غلط. مش هيدي اللي عم تحكي، اللي نعم قبل اللي قبل بدها نادورين وكثير موضوع. اوكي، لقلك مدام ريتا رح تحكي معك تحت الهوا وبتعطيك الرقم. شكرا لك ومعوضين بالصحه. هلا رح يحكوا معي؟ ايه، هي هلا يعني هي هلا عندها الرقم، او بترجع بتتواصل معك بعد البروجرام. اعطيكي رقم السلولار لانه انا فالي من البيت. اوكي. تتويت. نعم. ويدو. رح تحكيها، رح تحكيكي هلا مدام، يعني دغري هلا رح حضرتك بتسكري معي رح تطلبك مدام ريتا. اوكي، بعدك معي؟ اوكي، اخذتها ريتا. كمان اتصال. يعني مرسي كثير، يعني اكثر شيء بقدر اقوله شكرا. ان شاء الله انه هالمبلغ رح تتبرع فيه هالست، يقدر يعمل لها على القليل نادور نادورين، واذا اثنين بيكون اكيد احسن واحسن، اكيد احسن واحسن، لانه اليوم دخول المستشفى منه هين. يعني بسمع هذيك اليوم نقيب المستشفيات بيقول اذا كل مريض دخل بس 40 دولار باليوم، هيدا كهرباء ومستلزمات، هذا بعد لا حكيم شافه ولا حطوا مصل ولا عالجوا ولا تخت ولا سرير ولا شيء. يعني ليكو وين صرنا؟ هيدي مستشفى الشرق الاوسط بالشرق، يعني مستشفيات حتى، ما لانه في اسم مستشفى الشرق الاوسط، انا بقصد كل مستشفيات لبنان هي اهم مستشفيات بالشرق الاوسط كامل. ليكو اليوم وين نحن؟ ليكو نحن اليوم وين صرنا؟ باخذ اتصال. الو، بموضوع كمان مياه بيروت وجبل لبنان، عم بتذكر انه وضعت قاعدة تحصيل جداول اصدارات العام 2022 اعتبارا من 10 شباط، ودعت المشتركين يسددوا بدلات المي المترتب عليهم على العام 2022 وما قبل للجوبات المختصين او لدى دوائر التوزيع التابعين لها او بمراكز الاونلاين، يعني التحويل او ام تي او دفع الكتروني من خلال شركات. وبالتالي اشارت الى انه كمان نظرا لهالظروف الاقتصاديه الراهنه عمدت لاصدار قرارات، اولا الاعفاء من غرامات التاخير عن بدلات الاشتراكات العايده للعام 2021 وما قبله بنسبه 85% لغايه 31 كانون الاول 2022، تقسيط البدلات المتاخره عن الاعوام السابقه عام لعام 2022 لفتره اقصاها كانون الاول 2024، تسهيل عمليات الحصول على اشتراكات جديده للمشتركين السابقين اللي بعدها عم يترتب على اصحابها ذمم، حيث يمكن تسديد على دفعات وبفتره اقصاها كانون الاول 2024، تخفيض بدل تاسيس الاشتراكات الجديده للابنيه الموصوله بشبكات المي بما نسبته 40% للمي بالعيار و24% للمي بالعداد، تخفيض بدل تغيير اسماء المشتركين بنسبه 90%، وصار بالامكان تقسيط بدلات العام 2022 لغايه 5 دفعات مفصله على الشكل التالي: الأولى ل1/4/2022، الثانية ل1/7/2022، وأيضا الثالثة ثالث قسط ل1/9/2022، الرابعة ل1/11/2022، والخامسة ل1/12/2022. باخذ اتصال. ألو، نقطع الخط، باخذ اتصال ثاني. رح كمل، فإذا أنت كنت أمن الاتصال بعتذر إذا تأخرت إني أخذ الخط. رح كمل كمان بعد بموضوع اشتراكات المي، وكمان بيقدروا يدفعوا على 4 دفعات تستحق قبل تاريخ الأولى 1/5/2022، الثانية 1/7/2022، الثالثة 1/10/2022، والرابعة 31/12/2022. على 3 دفعات يستحق قبل تاريخ 1/6/2022، 1/9/2022، 31/12/2022. باخذ الاتصال. الو الو، اهلا مدام. الو، اهلا مدام. انا مريضه، طول عمرك. انا عسكري معي رابو، ما فيني امشي على الزايده، ما فيني شيء، دخل الله دخلك وحياتك، انا بنت عمك.
مش عم بتلاقي دواء؟ نعم. ما عم بتلاقي دواء؟ مش عم بلاقي دواء، بوقف مصاري لاخذ دواء، ما بالمصاري. هذا الأوضة مقطوعة مية رمواي. ابني مريض عشان مش عم يشتغل شيء، مقضي بقدام من تمه ومن طيزه من ورا. ومقحط له أنا بس عم بحط له. وين سكري مدام؟ نحن حطينا رقمك على الهواء وان شاء الله حدا بيقدر يساعدك، بيتواصلوا معك بيشوفوا شو الادويه اللي لازم تاخذيهم شو بيقدروا يساعدوك. اوكي؟ بنتعلمك. نعم؟ الله بنتعلمك. طول عمرك. طول عمرك. طول عمرك، ميرسي، طول عمرك. يعني قديش في حاجات وقدي المطلوب المساعدات وكلنا بنعرف يعني صحة كنز. يا ريت كل إنسان بيقدر خصوصا بهالصوم المبارك بيقدر هيك يضحي بشي بحبه كتير بد ما يشتري، إذا قدر يخصصوا هالأشخاص اللي بدهم أدوية بدهم استشفاء. مرات منقول يمكن المبلغ بيكون قليل ولكن بيجمع وبيعطي وهيدا الأساس. في كمان اتصال الظاهر. انقطع الاتصال بتأسفة. كمان فينا لنقصت على دفعتين إذا مش قادرين لمية بيروت وجبل لبنان، الأولى 1/7/2022 والثانية 31/12/2022. وطبعا هالإعلان هيدا بمثابة تبليغ شخصي لكل مشترك وقاطع لعامل مرور الزمن. ألو؟ 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 أهلا مدام. حكيتك من شوي عندي شكوى عن الكهرباء. ايه تفضلي. ايه فعلا انا من علي. نعم. يا اختي ما عم تجي ابدا هالكهرباء، تقريبا بتضلها مقطوعه. مدام كهرباء لبنان ان شدت حالها بتعطي ساعه او ساعه ونص بال 24 ساعه. هلا في ناس بتقول مش ساعه وساعه ونص بتفيدهم، بس ان شاء الله ما يكون في عطل بمكان ما لانه في اضراب لعمال موظفي الكهرباء ما عم يقدروا يصلحوا. صوره اليوم نشوفها سوا. يمكن في ناس بتشوف الثلج ضيقه، يمكن ناس بتشوف الثلج منظر حلو كثير، ولكن هو نعمه. وكلنا هون عم نشوف صور من بقعة كفرة بيت القديس شربي اللي بدنا نرفع له صلاتنا اليوم. حتى هيك ما بدنا نطلب من القديسين يفتحوا لنا طرقات، بس بدنا نطلب من القديسين ينوروا عقول كل المعنيين والمسؤولين بهالبلد، يعرفوا انه في شعب عم بيموت، في شعب لازم يعيش بكرامته بإيمانه بتعلقه بجذوره بوطنه. وهالصور هودي أكيد يعني إحنا عم ناخدهم من الفيسبوك لبفتكر حدا من بيت حنا، أنتونيلا حنا. بعطيكم موعد بكرة، إلى اللقاء.